دكتور. أما هلأ فرح رح ننتقل سوا مع مشاهدينا لنعيش أجواء رمضان ضمن خيمة مدينة الياسمين يلي ضمت فعاليات متنوعة برعاية من وزارة السياحة وعكس الصورة لطقوس رمضان بقلب الشام. منتابع التفاصيل رصدتها الزميلة سالي شار. أنا حبنا 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 حبيب تحملت منه الألم. بدنا نقول انه الحياة بدها تستمر وشو ما صار بتضل سوريا هي قوية قوية بناسها بصمود ناسها بحبهم إلى شوفي إذا ما الناس هي كانت فعلا متمسكة وقوية صدقيني يعني ما كنا حنكون هيك. فهذا الشيء بيعبر انه شوفي الفنان وجوده كتير مهم بالبلد لأنه بيحسس الناس أنه الدنيا أمان والأمور الحياة مستمرة ودائما المفروض تكون نحن متفائلين والشي اللي بنتوقع دائما هو اللي بيصير. فدائما نحن المفروض نتوقع الخير ونتوقع أنه في نصر لقدام. هذا صبرنا بده يتكن وأكيد تضحيات جيشنا وشبابنا وهي ما رح يروح هدر. الظروف اللي عم نعيشها بدمشق ما أنا ممتازة أكيد بس ما أنا سيئة لدرجة إنه واحد يطب غراضه ويمشي أكيد. أجواء رمضان هي ما تغيرت أنا برأيي. هلأ بجوز خفوا الناس شوي يعني بالسهر نتيجة ظروف اقتصادية أحيانا وخاصة هلأ فترة كمان فحوصات إنه اليوم بنحس هيك هالفترة هي لسه رمضان ما شد مثل العادة. هلأ متأمل بعد ما تخلص الفحوصات والطقس بيكون زبط بيكون الأجواء جميلة. نحن عاملين خيمة الياسمين من ساحة الأمويين من مسبح فندق شيرتون دمشق. رسالة صغيرة للعالم كلياته بلدنا رجع والشام مدينة الياسمين رجعت لحتى نورج العالم كلياته هي الشام. هي الشام من 20 سنة و60 سنة و1000 سنة رجعناها بفضل جرحانا وشهدائنا وجيشنا الباسل. نحن في عنا فعاليات بعد شيء أسبوع تقريبا في عنا فعالية بتضم رجال الدين ومطارنة الكنائس المسيحية وبعدها كمان في عنا حفل إفطار لأطفال مصابين مرضى السرطان وعنا حفل إفطار لجرحانا. هذا أقل شيء نحن قادرين نعمله بتضحياتهم الكبيرة اللي عم يعملوها لهلا. حلو بهالجمعة الحلوة بهالناس إن شاء الله هيك ينعاد على سوريا بالخير والسلامة. طبعا حلوة مع النجوم الكبار الأستاذ سلمى المصري الأستاذ سعد مينا. يعني حبنا حبنا حبنا.